ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اسلام طلعت. هنشرح كورس ماده الاوبريشن مانجمنت. تمام، عندنا 8 شباتر في الماده. هنبدا بشابتر 1 وهو انترو تو اوبريشن مانجمنت. طب يا شباب، احنا مقسمين الشابتر دوت ل 12 سؤال. ال 12 سؤال دول لو جبناهم يبقى احنا لخصنا الشابتر كله. اول سؤال بيقول لك وات از ديفينيشن اوف مانجمنت اوبريشن، يعني هو عايز يعرف تعريف المانجمنت وتعريف الاوبريشن لوحده قبل ما يضمه لك في كلمه واحده ويقول لك ده تعريف الماده اللي عندك. فبيبدا يقول لك ان الاداره او المانجمنت هي عباره عن سيكريت اوف رانينج بزنس ات ا هاي ليفل اوف افشنسي، يعني هي طريقه او سر، هي السر اداره الاعمال على مستوى عالي من الفاعليه. يعني دي الطريقه اللي بتستخدمها المنظمات او الشركات او المصانع عشان تبدا توصل لهدف المنظمه بكل كفاءه وفاعليه. طيب، بتختلف طبعا اسلوب الاداره من شركه لشركه. تاني حاجه عندي هي الاوبريشن. الاوبريشن بيقول لي ان اكتيفيتي او تاسك او بروسيس. تمام، طب دول بيعملوا ايه؟ بيقول لك ركز بقى معايا في الكلمه دي، ادد فاليو. يعني ايه؟ بيضيف قيمه. بيضيف قيمه لايه؟ بيضيف قيمه للمنتج او للخدمه بتاعته. يعني دي العمليات او التشغيل اللي هي بتضيف قيمه للمنتج، وده في الاخر الهدف بتاع الاورجنايزيشن، ان هي عايزه تطلع منتج يكون رقم واحد في السوق. طيب، تاني سؤال بيقول لك وات ار كور اوف اورجانيزيشنال فانكشن، ايه هي وظائف الاداره او ايه هي اهم وظائف اداريه موجوده عندك. اول حاجه الماركتنج. الماركتنج اللي هو التسويق. بيقول لك جيت كاستمر، ان انا دلوقتي الماركتنج هدفي ان انا اجلب العملاء، اعمل تسويق كويس للمنتج بتاعي وللشركه بتاعتي عشان اكسب ثقه العملاء عندي. تاني حاجه الاوبريشن. الاوبريشن اللي هي زي ما قلنا هي العمليات. فبيبدا يقول لي ان انا كرييت برودكت او سيرفيس، ان انا دلوقتي لا اما هبدا اقدم لك منتج لا اما ان انا هبدا اقدم لك خدمه. طيب، تالت حاجه اللي هي الفاينانس. الفاينانس اللي هي الماليه. بيقول لك ازاي في الماليه دي او التمويل هو فكره الحصول على اموال وكيفيه تداولها. يعني دلوقتي لو الشركه معاها 1,000,000 جنيه، هي مش عايزه بس تقعد تسحب من 1,000,000 جنيه بقى كمرتبات ومواد خام، لا، هي عايزه المليون دي تزيد كارباح وكراس مال بالنسبه لها. طيب، تالت سؤال بقى وبيرجع يقول لك طب انت عرفت المانجمنت والاوبريشن لوحده، تعالى بقى اعرف لك يعني ايه الاوبريشن مانجمنت. عندي 4 تعريفات للاوبريشن مانجمنت، اهمهم اللي هو جنرال ديفيجن واول ديفينيشن عندي. اول ديفينيشن عندي بيبدا يقول لي ان هي ان الاوبريشن مانجمنت دي ممكن مانجنج زي كونفرجن بروسيس ويتش ترانسفورم سبيسيفيك انبوت. حلو، دي ان انا دلوقتي عندي عمليه التحويل، بحول مدخلات محدده تمام اللي عباره عن رو ماتيريال لي انتو ذا ديزاير اوت بوت، يعني الى مخرجات انا محتاجها في شكل سلع وخدمات، في شكل جودز اند سيرفيس. يعني ممكن اقول ان الاوبريشن مانجمنت دي اللي هي اداره العمليات، هي عمليه التحويل، لازم تحول المدخلات المحدده لمخرجات مرجوه في شكل سلع او خدمات. تاني حاجه ممكن اقول برضه ان هي ذا مانجمنت اوف سيستم اور بروسيس ذات كريت جودز اند بروفايد سيرفيس، يعني انا ممكن اقول برضه ان هي اداره النظم والعمليات اللي بتنشا السلع او بتقدم الخدمات. حلو، طيب، تالت تعريف عندي بيبدأ يقول لي إن هي the way in which an organization produce goods or provide service. يعني أنا عندي التاني والتالت يعتبروا زي بعض، بيقول لك دي الطريقة أو الإدارة اللي أنا بقدم منها السلع أو بقدم لك الخدمة، بنتج لك السلع أو بقدم لك الخدمة. لكن أول تعريف ده بيقول لك إن أنا عندي input محددة لعملية التحويل، بخش input بعمل process بطلعها لك output أنت محتاجها في شكل سلع أو خدمات. طيب، بيقول لك الجنرال ديفينيشن هو سيستماتيك بلاننج ديزاين دايركشن اند كنترولينج اوف اكتيفيتي ذات كونفيرت سبيسيفيك انبوت انتو جودز اند سيرفيس فور انترنال اند اكسترنال كاستمر. يعني بيبدا يقول لك ان هي عباره عن التخطيط والتصميم والتوجيه والتحكم المنهجي للانشطه اللي بتبدا تحول مدخلات الى سلع وخدمات للعملاء الداخليين والخارجيين. يعني انت بتبدا يقول لك ده انت بتخطط وبتبدا تصمم، تبدا توجه وتتحكم. تمام، اللي هي اللي كان عندي بلاننج واورجنايزنج وليدنج وكنترولنج، دي كانت في المانجمنت بتاع شابتر 1. انت عايز تدير يبقى لازم تعمل ال4 حاجات دول عشان تبدا تحولها لي من الانبوت دي لاوتبوت. تمام، في شكل سلع او خدمات. طيب، بص بقى عندي الصوره دي اللي هي بيقول لك ايه، انت عندك انبوت حلو هتعمل لها عمليه الترانسفورم هتبقى اوتبوت. الاوتبوت دي يا اما هتبقى في شكل سلع او خدمات جودز اند سيرفيس. تمام، والانبوت دي هتبقى لا اما كاستمر لا اما ماتيريالز. طب كاستمر ازاي؟ كاستمر انت بتاخد الفكره منه، انت محتاج ايه؟ محتاج كذا، او طب انا هنتجها لك. تمام، طيب، برضو بيبدا يعرفني هو الشابتر ده يعتبر اغلبيته تعريفات ديفينيشن اوف مانفاكشرنج برودكشن اوبريشن. عايز يبدا يعرفني ايه هي المانفاكشرنج. المانفاكشرنج اللي هي التصنيع. تمام، بيقول لك عباره عن ايه بقى؟ كريتنج
creation of goods such car which يعني ايه؟ يبدأ يقول لك ان هي التصنيع ده عبارة عن انتاج السلع او انشاء سلع. سلع ايه؟ سلع فقط only. التصنيع دوت انا بصنع، بس بصنع عربيات، بصنع ساعات، بصنع اي حاجه انت هتبدا تستخدمها. طب البرودكشن؟ لا، البرودكشن ده بقى بيبدا يقول لك ان هو producing goods او providing service، يعني يا اما انا بقدم لك او بنتج لك سلعه او بقدم لك خدمه. السلع مثلا زي الداتا شو، زي الكار، زي الكلام ده كله. طب السيرفيس بتاعتك ايه؟ الهيلث كير. تمام، بس بيبدا يقول لك ايه بقى؟ انا بقدمها لك في in the right quantity, right time, right price, right quality, right place. يعني بقدمها لك في الوقت، يبقى الانتاج وانتاج سلع او تقديم خدمه بالكميه والوقت والسعر والجوده والمكان المناسبين. يعني انا بقدمهم لك في 5 حاجات مناسبه: الكميه والوقت والسعر والجوده والمكان. طب الاوبريشن؟ الاوبريشن ده بيبدا يقول لك كريشن اند ديليفري اوف جودز اند سيرفيس، يعني بيبدا يقول لك ان هي التشغيل ده هو انشاء وتسليم السلع والخدمات مع ضمان ايه؟ مع ضمان ان انت تستخدم بيست يوز اوف كومباني ريسورس، يعني ان انت في الاوبريشن هنا تبدا تستخدم الريسورس اللي موجوده في الشركه احسن استخدام. ما يبقاش انا مثلا عندي 100 متر من القماش انت تبدا تطلع لي بيهم 3 قمصان، لا، انت كده ما بتستخدمهاش احسن كفاءه. تمام؟ طيب في السؤال الخامس بيبدا يعرف الفرق ما بين البرودكشن مانجمنت والاوبريشن مانجمنت. يعني ايه برودكشن مانجمنت؟ اللي هي اداره الانتاج. اداره الانتاج دي بيبدا يقول لك مانجنج اكتيفيتيز ريليتد تو برودكشن اونلي، يعني هو بيهتم بالانتاج بس. انا مهمتي ان انت تديني رو ماتيريال او انبوت عامه، طلعها لك اوت بوت، ماليش دعوه بعد كده باي حاجه. عكس الاوبريشن مانجمنت اللي هو بقى بيبدا يعمل لك مانجنج اوفر اول بزنس اوبريشن ويتش انكلود برودكشن اند بوست برودكشن ستيجز، يعني هو لا بيهتم بالانتاج او بمراحل الانتاج وما بعد الانتاج، زي التوصيل، زي خدمه ما بعد البيع، ان هو يتواصل مع العميل ويعرف رايه، ان هو يشوف ايه هي اصلا، يتبع بقى السوق، يشوف مثلا راي الناس في المنتج بتاعه ايه، في عيوب يبقى هيبدا يعدلها، في مميزات هيبدا يزودها. تمام؟ طيب الاريا اوف ديسيجن ميكنج، مجالات اتخاذ القرار، قال لك في البرودكشن دي بياخد برودكشن ديسيجن اونلي، يعني قرار الانتاج فقط. انا قررت بالانتاج، الريسورس اللي عندي انتج ايه بس. لكن عندك الاوبريشن مانجمنت بيقول لك ريليتد تو بزنس اكتيفيتي ان ان اورجانيزيشن، يعني هو تتصل بالانشطه التجاريه في منظمه ايه، زي ان هو بيهتم بالتسويق والانتاج والتمويل، زي ما قلنا ان هم اهم 3 حاجات. يعني هو بيهتم بالماركت، بيهتم بالفاينانس، بيهتم بالاوبريشن عامه. تمام؟ بيهتم بكل الجوانب اللي في المنظمه. طيب فاوند ان بيبدا يقول لك موجوده فين؟ موجوده هنا بيقول لك اتس فاوند ان اورجانيزيشن ذات بروديوس جودز، يعني المصانع اللي بتبدا تقدم لك الخدمه، اللي بتبدا تنتج لك السلعه. يعني ما بيقدملكش خدمه؟ لا، ما بيقدمليش خدمه، زي مصانع السيارات هو بينتج لي السياره بس. لكن هنا بيبدا يقول لك الاوبريشن مانجمنت، لا، دي بتبقى موجوده فاوند ان اورجانيزيشن بروديوس جودز اور بروفايد سيرفيس، يعني هنا بيبدا يا اما هيقدم لك الخدمه، تمام، يا اما هينتج لك السلعه. حلو، يبقى انا عندي الفرق دلوقتي اللي واضح بالنسبه لي، ان البرودكشن بتهتم بالانتاج بس او ان هي انتاج سلعه بس، لكن الاوبريشن مانجمنت لا، بيهتم بالانتاج، بيهتم ما بعد مرحله الانتاج، بيهتم كمان بتقديم السلع. طيب الكابيتال ريكويرمنت اللي هو متطلبات راس المال، بيبدا يقول لك ان هي في البرودكشن لا، انت بتحتاج راس مال كتير، مور كابيتال. ليه؟ لان انت عايز تنتج، يعني عايز ريسورس، عايز مواد خام، عايز مصاريف تشغيليه، عايز الات، عايز صيانه للالات، الكلام ده كله. لكن عندك في الاوبريشن لا، انت الموارد مش كتير. ليه؟ لان انت مثلا ما بتدفعش كل الرو ماتيريال، ما بتدفعش الكلام ده كله، انت بتبقى عليك بس خدمه ما بعد البيع. تمام؟ ان انت تهتم بالسوق، الكلام ده كله. طيب بنوصل للسؤال السادس برضو، ديفينيشن اوف اوبريشن فانكشن والاوبريشن مانجمنت والاوبريشن مانجر. اول حاجه الاوبريشن فانكشن بيبدا يقول لك ان هي بتضم كل الانشطه اول اكتيف دايركتوري ريليتد تو بروديوسنج جودز اور بروفايدنج سيرفيس، يعني بيبدا يقول لك وظيفه العمليات تتالف من جميع الانشطه المتصله مباشره بانتاج السلع والخدمات. يعني ايه؟ يعني دي الوظيفه اللي انت هتهتم بيها، ازاي انا هاثر على انتاج السلعه او ان انا هقدم لك الخدمه. يعني دي ممكن تهتم بمين؟ دي تهتم بالناس اللي هم بيبقوا العمال، او الناس اللي مثلا ممكن يعملوا لي الكاستمر سيرفيس، الناس اللي هتقدم لي الخدمه. طيب تاني حاجه الاوبريشن مانجمنت، اداره العمليات. اداره العمليات ده بيبدا يقول لك ان المصطلح ده انت بتستخدمه يوزد فور اكتيفيتي اند ديسيجن اند ريسبونسابيلتي اوف اوبريشن مانجر، يعني دي المصطلح ده المدير بيستخدمه عشان ياخد القرارات اللي ليها او مسؤوله بالانتاج. يعني ايه؟ يعني انت بتبدا تقول ان الحاجات دي او القرارات دي او المصطلح ده انت بتاخده عشان
تفيد عمليه الانتاج. تفيد عمليه الانتاج ازاي؟ يعني برضو الاوبريشن مانجمنت، تمام، دي اداره على العمليات، او احنا بنجتمع مع بعضينا نقول احنا هنجيب مثلا المواد الخام بتاعتنا من المكان الفلاني، تمام، او ان احنا هنغير الماتيريال اللي احنا بنعتمد عليها، تبقى مثلا بدل ما هي ماتيريال من بره تبقى ماتيريال مصريه، او ان احنا مثلا هنحسن منتج كذا. يبقى دي الحاجات كلها المسؤوله بعمليه ايه؟ بعمليه الانتاج، تمام. طيب بيبدا يقول لك ان الاوبريشن مانجر، حلو، ده الستاف اللي انت بتبدا تشوفه في المنظمه، بيكون مسؤوليته يقول لك هاف ريسبونسابيلتي فور مانجينج او ميك ديسيجن. يعني ايه؟ يعني ده بياخد القرار اللي بتبدا تخص الموارد المتاحه في الشركه اللي هتبدا تدخلها في عمليه الانتاج. يعني ايه الاوبريشن مانجر برضو بيعمل ايه؟ لا، ده اللي بياخد القرار عشان يبدا يقول لك احنا عندنا الريسورس يا جماعه، عندنا 100 متر مثلا من القماش، هننتج بيهم 2000 قميص. هو اللي يقدر ياخد القرار ده، مع ان ال 2000 مثلا قميص دول مش عارف اجيبهم من 100 متر. اه، يبقى بس انت المسؤول قدامي، لو ما عرفتش تحقق الهدف بتاعك انت المسؤول قدامي. حلو. طيب انا دلوقتي بقول لك عايز اعرف اداره عمليه الانتاج او نظام التحول. بيبدا يقول لك ان في حاجه اسمها انبوت، حلو، بتروح تبقى اوتبوت من خلال ان انت بتعمل ترانسفورم للبروسيس، بترجع بعد كده باخد الفيدباك. يبقى انا عندي دول كده ايه؟ اربع حاجات. حلو. الانبوت، تمام، بيبدا يقول لك مثلا التايب بتاعها ان هي في ترانسفورم للريسورس، في حاجات انا ببدا احولها زي الماتيريال والانفورميشن. ببدا اخد الماتيريال، تمام، زي ما هو كاتب كده ان انا باخد الماتيريال ابدا احولها في عمليه الانتاج بتاعتي. طيب ترانسفورمينج ريسورس، الناس بقى اللي هتبدا تحول الحاجات دي، او ايه اللي هيبدا يحول الحاجات ده؟ لا، اما الاستاف او الفاسيلتيز، يعني الموظفين اللي عندي او المرافق زي الالات والمعدات والكلام ده كله. طيب ايه البروسيسز؟ انت بتقول انبوت بتبقى بروسيس، بتبقى اوت بوت. ايه هي البروسيس؟ ده يقول لك ان البروسيس دي ان اكتيفيتي ذات تيك وان اور مور انبوت، بتاخد مدخلات، بتبدا تعمل عمليه ترانسفورم، بتبدا كمان ان هي تعمل لك عمليه الاديد فاليو اللي هي اساسا قلنا ده هدف المنظمه، بعد كده ان هي بتبدا تقدم لك provide one or more output for its customer. يعني ايه؟ يعني بيبدا يقول لك ان عمليه الانتاج دي او العمليه عامه دي بتبدا بتشمل اربع حاجات. اربع حاجات، اللي هي اول حاجه الانبوت، المدخلات اللي هي زي الرو ماتيريال او الانفورميشن، ترانسفورمرز اللي هي بقى العمليه نفسها اللي هتبدا العمليه دي من خلالها ان انا بحول المعلومات دي او الماتيريال لحاجه تضيف لي قيمه ادد فاليو للاوتبوت. يبقى انا الاربع حاجات بتوعي انبوت، ترانسفورم، ادد فاليو، اوتبوت. طيب هو انا اساسا لو الترانسفورم بتاعتي مش هتبدا تعمل عمليه الاد فاليو، يبقى اساسا المنتج بتاعي مش الناس مش هتستفاد بيه، فانا لازم اعمل عمليه ايه؟ الاد فاليو. لا، انت لازم تقدم لي حاجه تخليني اشتري المنتج بتاعك. طيب كمان بيبدا يقول لك ان من انواع الاوتبوت جودز اند سيرفيس، تمام، يا اما انا هقدم لك سلع، يا اما هقدم لك خدمات. طيب تعالى، ايه الفرق ما بين السلع وما بين الخدمات؟ بيقول لك سابع سؤال، وات ار ذا ديفرنس بتوين جودز اند سيرفيس. لا، ركز معايا، تنجبلتي، الحاجات الملموسه. بيبدا يقول لك الجودز ار تنجبلتي، يعني انت فعلا بتبدا تلمس، تمام، ايه البضائع او السلع. انت مثلا التليفون ده سلعه انت بتقدر تمسكه، اللاب سلعه انت بتقدر تمسكها، الكلام ده كله. طيب لكن السيرفيس ار انتنجبل، يعني غير ملموسه. غير ملموسه ليه؟ بيقول لك مثلا زي الكتشر، انت الكتشر الدكتور انت بتروح في الجامعه وبيقدم لك خدمه التعليم، تمام، بس انت مش عارف تلمس الخدمه، بس اه لا دي هو بيقدم لي فعلا الخدمه. طيب الستور او الاستورابيلتي اللي هي عمليه التخزين، بيبدا يقول لك ان الجودز كان بي ستورد، اه السلع ممكن تخزنها، تمام، لكن السيرفيس مش هتقدر تخزنها. السيرفيس كان نوت بي ستورد، لا انا مش هقدر اخزن السلع اي الخدمه، تمام. تالت حاجة عندي عملية الترانسبورتيشن أو الترانسبورتي، اللي هي عملية النقل. بيبدأ يقول لي إن الجودز كان بي ترانسبورتد، يعني ممكن يبقى في بضائع بتتنتج في الصين، تمام، يتم إنتاجها وتصنيعها في الصين وتيجي هنا في مصر. طيب السيرفيس آر نوت ترانسبورتد، يعني ما بتبدأش تتنقل. طيب رابع حاجة عندي اللي هي التزامن، عملية التزامن أو السيموليت، اللي هي بيبدأ يقول لك إن الجودز كان بي برودوس بيفور زر ار نيد، يعني انت ممكن تبدا تنتجها قبل ما تحتاجها. زي مثلا التكييفات كلنا بنحتاجها في الصيف، حلو، تكييفات المروحه، هل الشركات بتوقف
انتاجها في الشتاء؟ لا، ما بتوقفش انتاجها في الشتاء، بالعكس ده هي بتبدا تنتج وتنزلهم لك وبتصنعهم لك في الشتاء عشان لما تيجي الصيف تلاقيهم. طيب لكن السيرفيس، لا بيقول لك السيرفيس ار بروفايد وين زي ار نيديد، يعني وقت ما بتحتاجها بتقدم لك، اول ما بتحتاج الخدمه بتقدم لك. طيب خامس حاجه الكواليتي جادجمنت، الحكم على الجوده، بيبدا يقول لك ان انت ممكن كان جادج اون كواليتي اوف جودز بيفور يو باي زيم، يعني انت قبل ما تشتري مثلا عربيه او تليفون او الكلام ده كله ممكن تحكم عليها ازاي، بتبدا تسمع فيدباك، بتبدا تشوفها، بتبدا تشوف لها فيديوهات الكلام ده كله. لكن الخدمه لا، الخدمه بيبدا يقول لك ان السيرفيس انت ما بتعرفش تحكم عليها غير لما بتستخدمها الاول بس، يبقى انت السيرفيس while in service you have to receive a service firstly، يعني لازم اشوف الخدمه وتتقدم لي الخدمه وببدا بعد كده احكم عليها يعني كانت كويسه او لا. طب ديجري اوف كاستمر كونتاكت، درجه الاتصال بالعملاء، بيبدا يقول لك ان السيرفيس انفولف ا هاي ديجري فور اور اوف كاستمر كونتاكت، يعني انت بتبدا تتواصل مع العميل كتير زي مثلا خدمه الانترنت. تمام، يبدا يقول لك ان الانترنت مثلا بتتقدم لك ان انت بتفضل تتكلم مع العميل، تبدا ان الكاستمر سيرفيس يبدا يكلمك يشوف الخدمه عندك شغاله ولا لا، الدعم الفني الكلام ده كله، عكس السلع انت بعت لي لاب خلاص شكرا مش هشوفك تاني، بعت لي تليفون خلاص شكرا مش هشوفك تاني. تمام، طيب ازاي بضيف لعمليه الانتاج بتاعت القيمه؟ قال لك اول حاجه ان انت بتاخد الانبوت دي بتبدا تعمل لها ترانسفورمنج بروسيس، بتبدا تطلعها في شكل اوتبوت، بتبدا تعمل لها عمليه الكنترول. عشان ابدا اضيف قيمه تمام لازم انا اعمل حاجه اسمها ميجر اند فيدباك، يعني اقيس تمام واشوف ردود الفعل في المنتج بتاعي في كل حاجه في المنتج، لما يخرج على شكل الجزء او السيرفيس او الايديا، في عمليه الترانسفورميشن نفسها، في المدخلات نفسها. تمام، انا ممكن مثلا اغير، يجي لي كومنت او فيدباك ان انا ممكن اغير الماتيريال اللي انا شغال بيها، يبقى انا غيرت في الانبوت. ممكن يجي لي فيدباك ان انا اغير في عمليه التصنيع نفسها، ابدا ان انا اغير في عمليه الترانسفورميشن، او ان انا مثلا اوتبوت ده فيه مشكله، المنتج بتاعي في شكله النهائي فيه مشكله، ابدا ان انا اغيرها. حلو، باجي اسال نفسي سؤال مهم جدا، ايه اهمية المادة دي بالنسبة للمجتمع، او ادارة العمليات دي مهمة ليه بالنسبة للمجتمع، او ايه اهمية ادارة العمليات في المجتمع ومساهمات ادارة العمليات في المجتمع، دي كلها مسميات. بيبدأ يقول لك وات ار اوبريشن مانجمنت كونتريبيوشن تو سوسايتي، بتبدا تقدم لي، لا انا ببدا اقدم لك اربع حاجات، اول حاجه هاير ستاندرد اوف ليفنج، ان انا ببدا اقدم لك مستوى معيشي اعلى من خلال ان انا انكريز برودكتيفيتي، بزود لك الانتاج بيبقى المنتج موجود، وكمان ان انا بقلل لك في التكلفه بتاعته اللي هو كوست اوف جودز اند سيرفيس، يعني بتلاقي المنتج بتاعي تمام وكمان بقلل لك في الثمن بتاعه. طيب تاني حاجه بيتر كواليتي جودز اند سيرفيس، يعني ببدا اقدم لك احسن كواليتي للسلع والخدمات دي من خلال عمليه الكومبيشن انكريز كواليتي، المنافسه بتزود الجوده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا لو عندي ثلاث شركات بيقدموا نفس المنتج، كل شركه هتبدا تدوس على نفسها وتضغط على نفسها عشان تطلع احسن منتج من خلال الجوده وباقل السعر، تمام، عشان ان تبقى عندها الميزه التنافسيه، يبقى عندها الكومبتيتيف ادفانتج، تمام، او الميزه التنافسيه عشان المستهلك يروح لها، انا ككاستمر هختار طبعا اللي بيقدم لي احسن ماتيريال باقل سعر. طيب تالت حاجه كونسيرن فور ذا انفايرمنت، يعني بتهتم بالبيئه كمان، ان هي بتبدا تقلل التلوث الهوائي تمام، او ان هي بتهتم بنوع الهواء والميه اللي عندي. كمان امبروفنج وركينج كونديشن، يعني برضو تحسين ظروف العمل، بيبدا يقول لك ان انت بيتر جوب ديزاين اند امبلوي بروتكشن، يعني بيبدا يقول لك تصميم افضل للوظائف ومشاركه الموظفين، يعني انت دلوقتي لو في اداره العمليات مش حد بس اللي ياخد قرار، لا الموظفين كلها تشترك في القرار دوت. طيب ده احنا كده عرفنا اهميتها بالنسبه للمجتمع، طب اهميتها بالنسبه للفرد تمام، او انت ليه كطالب بتدرس الماده دي؟ يبقى انا عندي السؤال الثامن اهميتها بالنسبه للمجتمع، السؤال التاسع بيبدا يقول لي واي ستادي اوبريشن مانجمنت، انت ليه بتبدا هتساعدك في ايه، او ليه بتدرسها، او احنا كناس ليه عايزين نعرف الماده دي، او ليه بندرس الماده دي؟ قال لك عشان تخليك عارف وقادر على achieve a product efficiency، او اللي هي الافكتيفنس، يعني خليك ان انت تحقق فعاليه المنتج بفعاليه وكفاءه، انا هنتج باحسن شكل. طيب increase customer satisfaction، ان انت عايز تحقق ازاي تحقق رضا العميل.
ازاي كمان بريموت الكريتيفيتي اند انفيجن، يعني ازاي تعزز الابداع والابتكار اللي عندك. فانت لما تشترك زي ما قلنا ان هو بيبدا يعمل عمليه اشراك الموظفين، تمام، انت هيبقى عندك في فكر وفي ابتكار ان انت عايز تقدم فكره جديده. بعد كده بيبدا يقول لك امبروف ماتنس اللي هي تحسين الصيانه، او ان انت عندك البلان اند كنترول ماتيريال، يبقى عندك تخطيط ومراقبه الجوده، تعرف تخطط، تعرف تراقب، تعرف تنظم، تعرف تعمل عملية الليدنج. طيب او ان انت كمان ديفلوب اوبريشن استراتيجي، ان انت عايز تحط استراتيجية وكمان تطورها، تمام. يبقى دي هتفيدك انت كطالب او هتفيدك انت كفرد. لكن قلنا الكونتريبيوشن تو سوسايتي ان هي تبدأ تعمل هاير ستاندرد ليفنج، بيتر كواليتي كونسيرن انفايرمنت، تمام، امبروفنج وركينج. حلو. طيب ببدأ أخش على السؤال العاشر، What are objective of operation management؟ إيه أهداف إدارة العملية؟ بيبدأ يقول لي إن هي أول هدف عند developing operation strategy، وضع استراتيجيات الأعمال. وضع استراتيجيات الأعمال إن أنا أبدأ أحسن من استراتيجيات الأعمال والبلان اللي موجودة عندي. تاني حاجة effective utilization of resource، إن أنا أبدأ أستخدم الموارد دي بشكل فعال. بيبدأ يقول لك إن أنت resources that are used in the business organization must be careful utilized، يعني إن أنا هبدأ أستخدم الموارد المستخدمة عندي في عملية الإنتاج دي بشكل فعال أو بطريق أو بعناية، تمام، يعني أخلي الموارد اللي عندي تكفيني لعملية الإنتاج كلها. طيب تالت حاجة reducing cost of production، بيبدأ يقول لك إن أنت عايز تخفض تكلفة الإنتاج أو تقلل تكلفة الإنتاج عشان تعرف تكسب كويس، عشان كمان تبدأ إن أنت تتارجت العملاء. بيبدأ يقول لك إن Operation Management aim at reduction in the cost of production of goods and services، يعني بيبدأ يقول لك إن الهدف الأساسي لإدارة العمليات إن هي خفض الإنتاج، دي خفض تكلفة الإنتاج بتاع السلع والخدمات. كل ما هقلل كل ما الناس هتجيلي عشان انا سعر اقل وبقدم احسن كواليتي. او حتى بيقول لك ان انت في رابع هدف ان انت امبروفنج برودكت كواليتي، ان انت تحسن نوعيه المنتج، مش ان انا هبدا اقلل التكلفه وان انا ما اهتمش بالكواليتي. لا، الكواليتي كنترول دي مهمه جدا، كواليتي كنترول اند المتنس دي اللي هي عمليه الصيانه ومراقبه الجوده. بيقول لك are the two important objective of operation management، يعني دي الحاجتين اساسا اللي بيهتم بيهم اداره العمليات، ان انت تبدا تهتم بالجوده والصيانه بتاعه المنتج او بتاعه الالات. طيب خامس حاجه عندي fixing time schedule، ان انا احدد جدول زمني. طب احدد جدول زمني اللي بيبدا يقول لك ان انت في الجدول الزمني ده هتبدا ان انت include the operating cycle time، يعني ان انت تحدد وقت دورة التشغيل او الانفنتوري تيرن اوفر ريت، ان انت معدل دوران المخزون كل قد ايه هبدا اشتري ماتريال عشان المخزون اللي عندي، او ان انت ازاي تبدا تستخدم الالات اللي عندك، او الكاباسيتي اوتورايزيشن، او كل الكلام ده كله. انت لازم تبقى ماشي بجدول. من اهم الحاجات في ماده الاوبريشن عامه او في ماده البرودكشن، تمام، اللي انت هتاخده ان انت تحط جدول صح. انا هقول التشغيل عندي هيبقى من كذا لكذا، عايز انتج كمية معينة، عايز الانفنتوري اللي عندي لازم ما اخزنش كتير عشان الصلاحية، لازم اشوف الالات اللي هستخدمها، لازم اعمل لها عملية دورات صيانة كل فترة محددة، الكلام ده كله. وسادس حاجة امبروفنج افتر سيلز سيرفيس، يعني كمان ان انت لازم تحسن خدمة ما بعد البيع، تبدأ تتواصل مع العملاء. طيب بوصل للسؤال رقم 11، وات از ذا سكوب اوف اوبريشن مانجمنت، يعني بيبدأ يقول لك الاداره العمليات دي بتشمل ايه. لا، قال لك بتشمل اوبريشن استراتيجي، كابسي بلاننج، سكادجولينج، انفنتوري مانجمنت، السبلاي تشين، الجاست ان تايم، الدايركتنج مانجمنت اوف كواليتي، ازاي تاخد القرار صح لعمليه الجوده، كل الكلام دوت. يبقى الاوبريشن مانجمنت عندي بتهتم او بيبقى فيها وظائف كتير، تمام، كل الوظائف اللي احنا قلنا عليها دي زي تاني اقولهم لك: الاوبريشن استراتيجي، كاباسيتي بلاننج، السكادجول، الانفنتوري مانجمنت، المانجمنت اوف كواليتي، الموتيفينج امبلويز، الجاست ان تايم، السبلاي تشين مانجمنت، تمام، الفاسيلتيز كمان، كل الكلام ده. طيب هو بيبدا يسالني بقى في اخر سؤال خالص، اخر سؤال عندي في الشابتر الاول دوت، الشابتر البسيط جدا، الشابتر النظري كله، تمام، عشان شابتر 2 هيبقى فيه مسائل برضه هنحلها سوا. بيبدا يقول لك هو في علاقه، في ريليشن شيب بين الاوبريشن مانجمنت والديسيجن ميكنج، يعني في علاقه بين ان انت
او في حاجه بتبدا تاثر على اداره العمليات والقرار، قال لك وقال لك الديسيجن او القرار نفسه، ببدا اعرف لك ان القرار نفسه از اتشوز ميد بتوين تو اور مور افيلبل الترناتيف، يعني بيقول لك ان القرار ده هو الاختيار بين بديلين متاحين او اكتر. طيب كمان بيبدا يقول لك ان انت الاوبريشن مانجر تمام ميك ا نمبر اوف كي ديسيجن ذاتس افكت انتري اورجانيزيشن، يعني بيبدا يقول لك ان تاخذ مدير العمليات عدد من القرارات الرئيسيه اللي بتبدا تاثر على المنظمه كلها. طيب زي ايه؟ قال لك مثلا زي وات ريسورس ويل بي نيدد، احنا هنحتاج موارد زي ايه؟ وايه الكميه بتاعتها؟ اند ان وات اماونت، هنحتاج موارد قد ايه؟ وباي مبالغ؟ ايه كميتها؟ الكلام ده كله. بيبقى يقول لك مثلا ان انت عندك متى ستكون هناك حاجه لكل هذه الموارد؟ بيبدا يسالك سؤال وين ويل اتش ريسورس بي نيدد، احنا هنحتاج ده امتى؟ تمام؟ ازاي احدد موعد العمل؟ وين شود ذا ورك بي سكادول؟ ازاي احط الموعد؟ زي ما قلت لك ان انت لازم تهتم بالجداول، تمام؟ او وير ويل ذا ورك بي دون؟ انت هيتم انجاز العمل فين؟ حلو، في المصنع الفلاني ولا على الاله الفلانيه ولا الكلام ده كله. كمان بيبدا يقول لك ازاي اصمم المنتج او الخدمه، ازاي تبدا عمليه الديزايننج للبرودكت والسيرفيس، ازاي كمان مين الناس اللي هتشتغل، تمام؟ هو ويل دو ذا ورك، مين الناس اللي هتشتغل؟ مهندسين، عمال. طب المهندسين دول لازم يكونوا حاصلين على مثلا درجه عاليه، العمال دول اللي يكون تعليمهم عالي، يكونوا بيعرفوا يستخدموا تكنولوجيا، الكلام ده كله. يبقى في شويه اسئله انت لازم تاخدها او تجاوب عليها عشان تقدر تاخد قرارك. الاسئله دي اللي بيبدا يوفرها لك هي الاوبريشن مانجمنت عشان تبدا تعمل عمليه الديسيجن ميكنج. حلو الكلام. طب يا شباب قبل ما ننهي الفيديو نحل كام سؤال كده عشان ناكد على الحل بتاعنا مع بعضينا. طبعا الاسئله دي موجوده كلها في الشيت واكتر منها كتير، وهنحل اكتر منها في الميد تيرم. اول سؤال بيبدا يقول لي ايه هي الوظيفه المسؤوله عن بروفايدنج فاينانشال ريسورس اند الوكيتنج ذيز ريسورس؟ تمام، بيبدا يقول لك اللي مسؤوله عن الفاينانشال ريسورس هي الفاينانس. يبقى اول اجابه عندي ان اي الحاجه اللي بتبقى مسؤوله عن الموارد الماليه هي الفاينانس. طيب بيبدأ يقول لك برضو حاجة مسؤولة عن for producing the goods or providing the service offered by the organizing، ايه هي الحاجات المسؤولة عن انتاج او انشاء السلع او تقديم الخدمات؟ هي عملية الاوبريشن، وظيفة الاوبريشن هي اللي مسؤولة عن الكلام دوت. طيب ايه المسؤول على تحديد الاحتياجات بتاعة العميل؟ responsible for a single consumer wants and need، هي الماركتنج، التسويق. التسويق هو اللي بيبقى مسؤول عشان يحدد لي ايه العميل محتاج ايه. طيب ايه بيقول لك it is the management of system or process that create goods and service، ايه هي الاداره او الاداره مسؤوله عن انتاج وتقديم السلع؟ هي عباره عن الاوبريشن مانجمنت. ده تعريف كده ايه الاوبريشن مانجمنت. طيب بيقول لك ريفير ذا سيكريت اوف رانينج ا بزنس ات ا هاي ليفل اوف افشنسي، اول حاجه طبعا كانت معانا في الفيديو كان اول سطر مكتوب وهو ده تعريف الاداره. الاداره هي الطريقه السريه او سر الاداره ان انت تنتج باعلى كفاءه. طيب يقول لك ريفير تو اني اكتيف اند تاسك اور بروسيس ذات ادد فاليو، قلنا ان هي عمليه الاوبريشن، ده تعريف الاوبريشن، هي اي نشاط او اي عمليه بتبدا تزود لي قيمه في المنتج. طيب يبدا يقول لك كور اوف اورجانيزيشن فانكشن انكلود، دلوقتي المنظمه بتضم تلات اهم وظائف، قال لك الفاينانس والماركتنج والاوبريشن، يبقى اول ابوف. تمام. طيب يا شباب اتمنى ان انا اكون قدرت اسهل عليكم شابتر 1. شابتر لذيذ مش صعب خالص، هو بس كله تعريفات. انت لو عرفت التعريفات بتاعت المانفاكشرنج والبرودكشن اوبريشن، تعريف الاوبريشن مانجمنت، الكلام ده كله، انت خلاص حليت وفهمت الشابتر. طبعا ما تنساش تحل الاسئله اللي في الشيت، هي محلوله، تحلها انت تاني وتالت وعاشر كمان، وتبص عليها كويس جدا. واتمنى ان انا اكون قدرت افهمكم الشابتر بالتوفيق ان شاء الله. واللي محتاج حاجه رقم قدامك هو يقدر يتكلمني في اي وقت. بالتوفيق يا شباب.